هكذا تكدست العشرة من العوائل السورية في قارب متهالك يحمل 5 أضعاف طاقته، يجلسون بدون حراك بجانب أفارقة يحلمون مثلهم بالهجرة. تكلفة هذه الرحلة بالنسبة لعائلة من 4 أشخاص تصل إلى 10,000 يورو حسب ما قال أحد المهاجرين. رحلة من ليبيا إلى إيطاليا تصل لمدة 5 أيام، يعيشون خلالها معاناة جديدة مع وجود نقص حاد بالمأكل والمشرب، حتى يصبح الموت قاب قوسين أو أدنى في هذا القبر الذي يسمى قاربة. هكذا ينتهزون فرصة مرور سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، يلوحون لها لعلها تكون طوق النجاة لهم. يروي أحدهم هذه المعاناة في القارب بلغة إنجليزية متعبة تمثل حال القارب الذي ركبوه. كنا نتناول قدحا من الماء ورغيف خبز واحد كل يوم. يبحثون عن حياة أفضل لأولادهم، ولكنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. هنا يروي يوسف معاناة عائلته مع البحر وكيف كان الموت أقرب إليهم من حبل الوريد. أنا معي زوجتي ومعي طفلين بنتين ماريا ولونا، إن شاء الله نحن بإذن الله يعني ممكن يومين أو 3 أيام أو 5 أيام إن شاء الله ما غادر، لكن نحن نشكر الحكومة الإيطالية على المساعدات اللي قدمت لنا إياها، استقبلتنا أنقذتنا من البحر. يعني نحن كنا يعني بحالة موت محققة يعني في البحر. يحلمون بالحياة كالحياة فقط، أمان وفرصة عمل واستكمال الدراسة. تحولت الحقوق إلى أحلام بعد حرب سرقت من السوريين وطنهم وآمالهم. أنا أريد الذهاب إلى السويد عن طريق إيطاليا لأكمل دراستي في الهندسة الميكانيكية، وبعدها أبحث عن فرصة عمل في أوروبا. الآن هم في مدينة ميلان، ولكن رحلتهم لم تنتهي هنا، حيث من المقرر أن يذهبوا إلى السويد أو النرويج، ولكن بحسب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد عليهم أن يبصموا في إيطاليا وبعدها يذهبون حيث يريدون، وإن طلبوا اللجوء في دولة أخرى يتم ترحيلهم من حيث أتوا، حيث تم إلى الآن ترحيل قرابة 44,000 من أصل 56,000 لاجئ. تغلق عليهم السلطات الإيطالية باب السيارة ولا يعلمون إلى الآن مصيرهم، ويبقى المصير مجهولا في علم الغيب.